السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، احلى متابعين ليا. بس قبل ما اقول انا عامله ايه، تعملين لايك كتير واشتراك بقى وكده، وكومنتات حلوه منكم. عملت انا كرواسون بطريقه حلوه ولذيذه وسهله جدا جميله، مش حشو، ده ساده، وان شاء الله هبقى اعمله بطريقه حشو، ان شاء الله هبقى احشي باذن الله، ده هيعجبكم قوي قوي. وهتعالوا نشوف بقى هنا الطبقات بتاعته. بصوا الطبقات عامله ازاي، بص الطبقات حلو جدا جدا، بص الطبقات بتاعته هيعجبكم قوي قوي قوي. ندخل الفيديو ونشوف احلى كرواسون ان شاء الله، ويعني اللي هيعجبكم ان شاء الله هتقولوا عجبكم ما عجبكوش، انا راضي باي حاجه بتقولوها. واشوفكم معايا في فيديو جديد باذن الله، مع تحياتي وصفات ناجي حسن، تحياتي الى اللقاء. احنا هنا جينا بقى للطريقه، انا معايا هنا 4 كوبايات دقيق، تمام، هحط عليهم معلقه كبيره لبن بودر، هحط شويه ملح صغيرين، طبعا احنا عارفين الملح بيتحط مش كتير، تمام، هحط معلقه خميره كله على بعضه كده، معلقه خميره، هحط معلقه سكر كبيره برضو، وهحط انا المفروض هحط زبدايه، انا عندي هنا لبن رايب، فهحط هنا كوبايه، وهعجن العجينه بتاعتي واشوف عايزه ميه معايا ولا معايا ميه فاتره انا هنا، تمام، هقلب كده كله مع بعضه. يبقى اللي احنا حطيناه هنا الدقيق طبعا موجود معايا، معلقه خميره كبيره، معلقه سكر كبيره، ربع معلقه صغيره ملح، معلقه بودر كبيره، معلقه بتاع ده علب الزبادي، او انا حطيت كوبايه لبن رايب، تمام. هحط هنا ميه بقى، انا اشوف ميه تاخد ميه قد ايه معايا، انا هحط كده هلفها عجينها ونشوفها وهي مخدومه بعد ما تتخدم. يعني العجينه بتاعتي هي بعد ما اتعجنت كويس جدا جدا ما شاء الله عليها، بقت ناعمه وجميله. انا كده هعمل ان انا اغطيها بالستريتش، واسيبها تخمر تمام كده، نشوفها بعد ما تخمر. ادي العجينه بتاعتنا خمرت اهي ما شاء الله، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اهي، قلبناها كده، طيب بسم الله. عجينة طرية وجميلة معايا جدا، هقسمها بقى كده، هاخد قطعة قطعة كده، العجينة جميلة هي بس بتلزق في ايدي شوية، فطبعا جميلة جدا، بس عاوز ايديا دقيق كده اهي، واشوف القطعة معايا تبقى ما تبقاش كبيرة قوي،
احط في الصينيه هنا، احط اهو بس الصينيه زيت مش دقيق. بس كده اخلصها واوريها لكم. بعد ما قطعت انا العجين كده هسيبه يرتاح تاني. لازم طبعا كل ما نعمل العجين نمد ايدينا عليه، لازم نسيبه يرتاح، ده اهم حاجه في خطوات الشغل بتاعنا. انا كده هغطيه كده بالورقه الاستريتش جيل، طبعا كنت مغطيه بيها ف اهو كده تمام. اغطيه يرتاح كده حوالي ربع ساعه واشتغل فيه ان شاء الله مع بعضين. ده انا بدانا نشتغل، العجينه بتاعتي ريحت، حطيت حبه دقيق كده اهو. كل اللي انا هعمله ان انا هفردها كده احاول اعملها مدورة. اهي كده حطها انا هنا في الطبق ده كده. وكل اللي هعمله هعمل ايه، ده دي زبدة على معلقتين زيت، هدهن كده هنا خليش حاجة فيها عريانة من الزبدة. واكمل الباقي بالطريقة دي. شهد محمد رسول الله. احاول طبعا كله لازم يدهن. تمام هاخد واحدة تانية حبة دقيق واكمل بنفس النمط كده. ده كرواسو يا جماعة مش زي اللي احنا متعودين عليه، ده حاجة تانية، شكل تاني خالص يعني. هعمله ساده مش هعمله محشي ان شاء الله. مره تانية باذن الله بعمله لكم محشي نفس ده برضو كده بس محشي. انا هنا كده دي حد هنا وهي محلوله هنا كده. زي ما قلت لازم كله تده، كلها تدها مسيبش فيها حاجة عريانة. وهجيب دي كده واحط دي على دي، الزبدة على الزبدة يا جماعة، الزبدة على الزبدة تمام. وادهن برضو دي كده، يبقى احنا نحط ايه، الزبدة على الزبدة، ما حطش عجينة على زبدة لا. ادهن دي برضو لغاية ما اعمل اللي وراها. اخد التالتة كده اكمل انا بقى تلوها شوية واوريكم في الاخر. ادي اخر واحدة اهي انا خلصتها اهي، وبرضو هنا الزبدة وهنا الزبدة
يعني لازم الزبدة تحط على الزبدة يا جماعة. ماشي اهي، هحطها كده اهي اهي. طبعا هلفها بالاسترتش بالطبق بحاله كده، وهدخلها التلاجة نص ساعة ساعة على حسب اهي. انا عملتهم واحدة، يعني انا لقيت العدد ما ينفعش انا اعمله اتنين، فعملتهم واحدة بس كده. انا هغطيها بالاسترتش كده، وعلى التلاجة على طول. اهي تمام كده اهي كده، دي اخر يعني اخر حاجة فيها، المرحلة الجاية اخر حاجة وخلاص على كده اهي. دي كده هدخلها التلاجة عشان الزبدة تجمد وتجمد لي العجين، ونشوفها مع بعض. انا هنا كده طلعت العجينة بتاعتي من الفريزر، حطها في الفريزر عشان الوقت. هحط شوية دقيق، حط بس شوية دقيق بس كده على الترابيزة احتياطي. بالراحة بقى كده ان انا ايه افرد، احاول اعملها مستطيل. افرد على قد ما اقدر، لان يعني طبعا كلها طبقات. انا فردت العجينة على الاخر اهو، كل اللي انا هعمله هلف كده حاول طبعا اظبطها كده عشان اعرف اقطعها. طبعا ان انا ايه هقطع بالحجم اللي انا عايزاه. بس الطبقات بقى اللي في الكرواسون كل دي طبقات هتبان لما تخمر. بحاول اعمل قدها بالظبط كده اهي، طبقات كتير جدا جدا هتبان لما مع الخمر والسوى.
طبعا ليها زي دي بالظبط، اختها ليها طريقه للحشو، هعملها ان شاء الله. كل اللي انا هعمله ان هدهن الصينيه، نقطه الزيت بس كده، امسحها وهسيبها تخمر تاني. دي كلها رقات. خلص اوريك. خلصت معانا كده اهو الاسكروسو، هسيبه بقى اغطيه اهو. بص الرقات بتاعته ما شاء الله عامله ازاي. انا كده هغطيه وهسيبه يخمر، وبعدين اولع الفرن واخبزه ونشوفه في الاخر ان شاء الله. هنا بعد الكروسو بتاعي ما خمر، جبت صفار بيضه هنا وحطيت عليه قليل من النسكافيه، وهدهن كده هدخل على الفرن على طول. الفرن طبعا انا مولعاه وبيسخن، خلصت الدهان كده هدخل على الفرن على طول وهنشوفه بعد ما يخرج.